اللقطه الاخيره مهمه جدا. وابو تريكه يعني دايما، ودي حاجه عشان هو طيب وبتاع ربنا، اللقطه الاخيره عنده دايما هو اللي واخدها. بس دايما اللقطه الاخيره بتلاقي صوت ابو تريكه، عشان كده الناس لما تيجي اللقطه الاخيره تلاقي ابو تريكه دايما هيعترف معاه بشكل كويس. محمد ابو تريكه وجمجك تيزي ابو تريكه، ابو تريكه خلاص خلاص خلاص. ابو تريكه يا تريكه كل التحيه، انت الساحر، انت المبدع، انت العريس. جول ابو تريكه، جول ابو تريكه، الهدف الاول محمد ابو تريكه. انا دايما بقول عليه انه دايما على موعد مع التاريخ. لما لاعب يحسم كاس الامم الافريقيه 2006 بضربه الجزاء الاخيره الحاسمه، لما لاعب يحسم نهائي افريقي صعب جدا، هدف تاريخي امام الصفاقسي، لما لاعب يحسم كاس الامم الافريقيه 2008 بهدف في المباراه النهائيه، انه يسجل هذا الكم من الاهداف الحاسمه، فبالتاكيد هو لاعب غير عادي ولاعب استثنائي. أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.